هدأت المدافع وتوقف حصاد أرواح الأطفال والنساء في غزة، لكن الحرب التي تشنها إسرائيل على الوجود الفلسطيني في كل بقعة من أرجاء الوطن لم تهدأ بعد، بل وتزداد شراسة يوماً بعد يوم. تمعن الشرطة الإسرائيلية في الكيل بمكيالين مختلفين تجاه مواطنيها، مكيال يهودي يغض الطرف عن جرائم المستوطنين وعنفهم، ومكيال للعرب لا يتسع صدره لمقتضيات الديمقراطية وحرية التعبير، لنجد الشرطة الإسرائيلية تشرع في حملة لاعتقال مئات الشبان والنشطاء العرب الذين شاركوا بالهبة الجماهيرية والاحتجاجات السلمية، حزم وعزم منقطع النظير للقبض على المتظاهرين. لطالما تمنى المجتمع العربي أن يرى عزماً مشابهاً في مواجهة عصابات الإجرام التي تفتك به ولا تزال. وتبقى المعركة الأساسية في مدينة القدس، حيث تستمر مخططات تهجير واقتلاع وتطهير المقدسيين عرقياً في ظل صمود أسطوري أبداه أبناء حي الشيخ جراح ومن وقف إلى جانبهم من أبناء الشعب الفلسطيني. لكن كل محاولات الترهيب والتخويف لإخضاع نضال الفلسطينيين في وجه مخططات التهويد تصطدم بإرادة وعزيمة شعب عنيد صامد عقد العزم على الثبات في وطنه وعدم التفريط بأرضه ومقدساته مهما بلغ جبروت الطغيان. أنتم مع بانوراما وإليكم العناوين. أكثر من 250 معتقلاً في اليومين الأخيرين في الحملة الأمنية المتواصلة ضد المتظاهرين. لابيد يواصل ضغطه على بنت لتشكيل حكومة ويستعد لإمكانية التوجه لانتخابات مبكرة. الاحتلال يواصل مشاريع التهويد وملاحقة الفلسطينيين في القدس المحتلة. أهلا بكم. أزالت طواقم من بلدية الاحتلال في القدس شعارات وأسماء عائلات عن جدران حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وقامت طواقم البلدية وبحماية من قوات الاحتلال بإزالة الشعارات الوطنية وأسماء العائلات المهددة منازلهم بالإخلاء لصالح المستوطنين باستخدام أدوات الطلاء والدهان في محاولة لمنع أي تضامن مع الأهالي. أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطيني الوزير حسين الشيخ أن قرار إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكية عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سياسي ويعد الأهم من بين القرارات التي اتخذتها الإدارة الجديدة، ورسالة واضحة بأن القدس الشرقية جزء من الأراضي المحتلة عام 67. وقال الشيخ إن الإعلان عن إعادة فتح السفارة الأمريكية في القدس الشرقية يعني ضمناً ومضموناً انهيار صفقة القرن التي حاولت الإدارة السابقة تمريرها، ويشكل أرضية صالحة لإعادة العلاقة الطبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية. أرجأت محكمة الاحتلال المركزية في القدس البتة في قضية تهجير عائلات من حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث كانت المحكمة عقدت الجلسة للنظر في قرارات تهجير 6 شقق سكنية من أصل 86 في الحي. وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان الباحث في شؤون القدس فخري أبو ثياب إن الأحداث التي جرت في حي الشيخ جراح حالت دون تمكن المحكمة من إصدار قرار لصالح المستوطنين. تتواصل لليوم الثالث على التوالي الحملة الأمنية للشرطة الإسرائيلية المدعمة بقوات حرس الحدود وجهاز الأمن الشباك لاعتقال الشبان والنشطاء العرب الذين شاركوا في المظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، حيث وصل عدد المعتقلين جراء هذه الحملة حتى الآن أكثر من 270 معتقلا من مختلف المدن والبلدات العربية والمختلطة. 250 شاباً وشابة عربياً وعربية اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية في آخر يومين فقط بحجة فرض النظام والقانون، وهي حملة تقوم بها الشرطة الإسرائيلية لتصفية الحسابات مع المتظاهرين في المجتمع العربي الذين انتفضوا في هبة جماعية ضد العدوان على غزة ونصرة للمسجد الأقصى
وحي الشيخ جراح في مدينة القدس. ليس على سبيل النزاهة والشفافية، تقوم شرطة إسرائيل بترويج اعتقالاتها عبر صفحة الفيسبوك، بل هي عملية إرهابية نفسية لا غير، فمعظم المعتقلين اعتقلوا على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر وبتهم ليس هناك سبيل لإثباتها. في هذا الفيديو تقوم شرطة إسرائيل باعتقال فتى لم يتجاوز 10 عمره، التهمة إلقاء الحجارة رغم أنه قاصر، أما النتيجة فكانت بكاء أخواته بهذه الطريقة المؤلمة. أما هذا الاعتقال للمواطنين العرب في مدينة اللد من خلال توقيف السيارات ووضع إشارات على العيون وكأنهم مجرمون لا متظاهرون، لم تجاهر الشرطة بهذا الأسلوب من الاعتقال عبر صفحتها. الملفات التي قدمت من قبل مواطنين عرب ضد مستوطنين أو قوات شرطة أخلت بالأمن واعتدت عليهم، كما يقول المحامي إبراهيم حجازي من منتدى المحامين المتطوعين في مدينة أم الفحم، قليلة ولكنها في الحالات التي قدمت أغلقت دون التحقيق حتى. أما في الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له الشاب سعيد موسى في مدينة باتيام، فلم تعتقل الشرطة حتى الآن إلا 6 مشتبهين، رغم أن هذا الفيديو يوثق اشتراك العشرات من المعتدين اليهود عليه. هجمة الشرطة الشرسة ضد الشباب العرب والشابات العربيات بحجة فرض النظام والقانون سبقها على مدار عشرات السنوات عجز متعمد في معالجة آفة العنف التي عادت لتفتك في المجتمع العربي، وهو ما يضع المزيد من الأدلة على أن الشرطة لا تعجز، بل إنها تتقاعس عن أداء مهامها لصالح المجتمع العربي، ولكنها نشطة وقادرة عندما تكون القضية ضده. وحول قضية المعتقلين وحملة الشرطة، يسعدني أن أرحب بضيفي سامر سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل، وعبر الخط الهاتفي المحامية ماريا زهران مركزة الاعتقالات في مركز عدالة. أهلا وسهلا بكما. إذا أبدأ من عندك سامر، هناك من يسأل كيف يعني عرفت الشرطة بأن عليها اعتقال 500 شخص من يعني المجتمع العربي، وبأي حق يعني تقوم باعتقالهم؟ الصراحة أولا يعطيك العافية على المقدمة وعلى التقرير. أنا أكثر في صدد التحدث عن رفضنا كمجتمع عربي لكل المعطيات، وأقل عن الجانب القانوني، أنا لست بمحامي أصلا، وأريد أن أتحدث عن أهمية رفض المعطيات وأهمية رفض كم تم اعتقالهم. نعم. وأين وكم تم الاعتداء عليهم. نعم. إذن ما هي يعني هل بالفعل لديكم معطيات أنتم أيضا في هيئة الطوارئ التي تم تشكيلها، هل لديكم معطيات حول أعداد المعتقلين منذ بدء الحملة التي أعلنت عنها الشرطة؟ بالفعل كما أسلفت حضرتك، يتم من خلال هيئة الطوارئ العربية المنبثقة عن لجنة المتابعة تجميع كل المعطيات. نحن حتى الآن يوجد لنا توثيق عن 1500 اعتقال تم في المجتمع العربي منذ بدء الأحداث. 1500 اعتقال، طبعا قسم كبير منهم تم تحريرهم بعد هذا الاعتقال، ولكن هنالك قد يكون، وأنا متأكد أن هناك اعتقالات لم نرصدها حتى الآن. ما نعتمده ليس رواية الشرطة، وإنما رصد من أبناء شعبنا، من ناشطين في البلدات المتعددة، من أعضاء بلديات في المدن المختلطة، وهنالك أعداد هائلة من المعتقلين. ونحن نرصد أيضا الاعتداءات والانتهاكات والتنكيل الذي تم، ليس فقط الاعتقالات، وهنالك ضرورة كاملة في أن يكون لنا مصادر معلوماتية مستقلة كمجتمع عربي، وهذا ما نحاول توفيره من خلال لجنة الطوارئ ولجنة المتابعة. نعم. ما هو الدور يعني أيضا الرئيسي الذي يعني كيف ستتابعون عمليا كل الاعتقالات التي تجري في الأيام الأخيرة، وكيف سيكون دوركم عمليا في متابعة هذه الاعتقالات؟ الموضوع من شقين، يعني نحن نرى أهمية في رصد المعطيات. الرصد نفسه هو مهم جدا في هذه الحالة، وهو كفيل بتصديق روايتنا. فمن يشاهد رواية الإعلام العبري مثلا يراه أنه إعلام مجند،
وكأنه لا توجد اعتقالات ولا يوجد تنكيل، والعرب قاموا بأعمال بربرية، والصورة غير ذلك تماما. الصورة أن الشرطة هي من تعتدي على المواطنين، الصورة أن عصابات من المستوطنين اعتدوا على السكان العزل، وهذا رصده وتوثيقه هو عملية مهمة لتثبيت روايتنا وتفنيد روايات الشرطة. بالنسبة للمتابعة لاحقا، هنالك مؤسسات مثل العدالة والضيفة التي تتواجد معي تتحدث بالتأكيد عن الموضوع، التي تتابع ملفات الاعتقالات. هنالك نعم ملفات اعتقالات بواسطة محامين متطوعين من لجان شعبية في بلدات متعددة، ولا يوجد نقص في محامين متطوعين، والكل يلقى تمثيل، ونحن نتابع الموضوع والكل يلقى تمثيل من محامين نعم وهنا بالفعل في ابقوا خلال معي الاعتقالات. سيد سامر، أريد أن أنتقل إلى ضيفتي من مركز عدالة ماريا زهران، مركزة الاعتقالات في مركز عدالة. ماريا، إذن يعني بما يتعلق بلوائح الاتهام، يعني ما عدد المعتقلين الذين تم تقديم لوائح اتهام بحقهم، وما طبيعة هذه التهم؟ تمام، يعطيكم العافية. المعطيات بتشير إنه في تقريبا 150 لائحة اتهام، طبعا بتهم متفاوتة. ما بدي أتطرق لكل لائحة اتهام ولائحة اتهام، ولكن التهم متفاوتة، من الاشتراك بمظاهرات غير قانونية، في تهم رمي حجار، في تهم تتعلق بتهم أصعب، مولوتوف وغيره، وطبعا في اعتقالات من المخابرات. نعم، يعني إذا أردنا أن نسأل، ما هي الحقوق التي يجب أن يعرفها كل شخص تأتي إليه الشرطة تقوم باقتحام بيته؟ كيف تنصحونه بالتصرف في حالة كهذه؟ وما هي حقوق هذا الشخص؟ طبعا أهم شغلة إنه يعني الاستدعاء للتحقيق يكون دائما بأمر خطي، وما يتم عن طريق مكالمة هاتفية فقط، إنما يعني كل شخص يستدعى لتحقيق يطلب إنه بده يشوف الأمر الخطي من الشرطة. كمان ممكن لما يجوا على البيت ويصلوا لمداهمة البيت أو العمل، زي ما شفنا في عدة حالات، يطلب منهم إنه يشوف أمر الاعتقال وما يستند فقط على شو بيحكي الشرطي. كمان إذا تحاولوا يفتشوا البيت، مهم جدا إنه يكون معها الأمر تفتيش ويشوفوا، وما يتمش التفتيش بدون ما يكون معهم هذا الأمر، لأنه الإشي غير قانوني. وطبعا دائما 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 إحنا بنقول إنه يعني عند على حقك، إنه أنا بدي أستشير محامي قبل أي إشي الشرطة بتحاول تعمله معك. يعني نعم، يعني هذه النصائح في غاية الأهمية. أريد أن أعود إليك أستاذ يعني سامر، وأود أن أسألك، يعني لماذا لم نرى هذه الحملة عندما قتل أكثر من 110 مواطنين عرب في العام الماضي جراء العنف والجريمة؟ يعني الشرطة لم تعلن عن حملة لجمع السلاح والقبض بيد من حديد يعني على المجرمين، ولكن الآن نراها بأنها لديها الإمكانيات ولديها كل الوسائل والسبل بالفعل للقبض على المتظاهرين. يعني لماذا هذه الازدواجية بالمعايير؟ هذا يؤكد ما قلناه دائما، أن عدم محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي هو نتيجة قرار سياسي. لو كان قرار سياسي محاربة العنف لكان تم جمع السلاح، ولكن هنالك من يستفيد من حالة العنف في المجتمع العربي، من تفكك المجتمع العربي، من انشغال المجتمع العربي ببعضه البعض. ولذلك علينا أن نحصن مجتمعنا، أن نحارب هذه الظواهر وحدنا، وأن لا ننتظر الشرطة بأن تقوم بهذا، لأنها لا تريد لنا الخير. وهو قرار سياسي الآن بترهيبنا، وهو قرار سياسي فاشل، وسيفشلون بترهيبنا، وسيبقى هذا الشعب الحي يعبر عن رأيه، يعبر عن طموحه وعن أماله، وهو لن تسميه هذه الاعتقالات البربرية والترهيب الزائف. كما قلت، قرار سياسي من الشرطة بعدم محاربة العنف، وقرار سياسي من الشرطة بمحاربة كل من تظاهر. وهذه القرارات السياسية واضحة المعالم، واضح من هو عنوانها. وفي الماضي كانت هذه القرارات أذكى ومحنكة أكثر، اليوم هي من تفاهتها واضحة جدا،
وواضح جدا أن هذه الحكومة لا تريد الخير لهذا المجتمع، وليس فقط نعم، هذه ولكن أنتم الحكومة، كجمعيات مجتمع مدني يعني وكهيئة طوارئ تم تشكيلها لمواجهة كل موضوع الاعتقالات والهبة الأخيرة، يعني كيف ستواجهون هذه يعني الحملة من الاعتقالات؟ يعني ما هي الآليات التي لديكم بالفعل للتصدي لهذه حملة الاعتقالات المسعورة؟ طبعا نحن كجمعيات ومؤسسات مجتمع مدني واجبنا أن نقف مع شعبنا، ونحن من هذا الشعب ومن أجل خدمته. كل جمعية حسب اختصاصها تقدم ما تستطيع من أجل الوقوف مع شعبنا. هنالك جمعيات تتخصص بالمرافعة، هنالك جمعيات بالمرافعة القانونية، هنالك جمعيات بالمرافعة القضائية وهي مختلفة، هناك جمعيات بتقديم سياسات بحقوق عمال، هناك عمال تم تهديدهم بالفصل، وهناك عمال فصلوا بسبب الإضراب. كل هذه الجمعيات، كل جمعية تأتي باختصاصها ويتم التنسيق من خلال هيئة الطوارئ. هيئة الطوارئ لا تأتي بشيء جديد، بل هي هيئة تنسيقية تحاول التنسيق بين كل الجمعيات والعمل بشكل جمعي، وأيضا تحاول تركيز كل المعطيات في مكان واحد وفي مصدر واحد لإثبات روايتنا ولكتابة تقارير لاحقا حول ما جرى وإلى آخره، متابعات محلية ودولية. نعم، أعود إليك ماريا، لربما لم نشهد من قبل هذا الكم الكبير من المعتقلين، كيف تتعاملون أنتم في مركز عدالة مع الأمر؟ ونحن رأينا أيضا بأن عدد لا بأس به من المحاميين الذين تجندوا وتطوعوا من أجل الدفاع عن المعتقلين، ولكن هل هذا يكفي يعني، وهل أنتم بحاجة إلى المزيد؟ نعم، بشدد استغل المنصه هاي واشكر واحيي شعبنا على وقفه المحامين اللي عنده، اللي شفناها باخر 3 اسابيع، شفنا الكم الهائل من المحامين من الشمال، من اقصى الشمال للنقب، اللي تجندوا ليل نهار بدون نوم للتواجد بمحطات الشرطه لاي معتقل عم نعرف عن اسمه بيستدعوه لتحقيق. والصبح بيكون في تنظيم وتنسيق كامل مين موجود بمحطات تمديد الاعتقالات بالمحاكم المختلفة للمساعدة بتمثيل المعتقلين. الإشي ما كان سهل، بس بقدر أقول إنه بالالتحام اللي صار بين كل المحامين المتطوعين بالتنسيق مع مركز عدالة كان شغل رائع. طبعا هذا الحكي كله بتعلق باعتقال الأيام، لحد إمكانية اعتقال الأيام اللي يعني الكل المحامين المتطوعين بالتنسيق مع مركز عدالة، الشغل هذا كان عم بيتم يوميا لحد اليوم بطريقة رائعة. الإشكالية اللي بتصير أكثر هي لما بتصير في لائحة اتهام، لائحة الاتهام تحتاج محامي متخصص جنائي اللي بيقدر يتابعها لأنها ما بتخلص في يوم ويومين. هون بتصير أكثر الإشكاليات إنه كل عائلة تقدر تلاقي المحامي المناسب للملف تبعها، لأن المحامين المتطوعين ما بيقدروا يكملوا بالملفات، ولكن لحد الملفات، لحد ما لوائح الاتهام تقدمت، المحامين المتطوعين بالتنسيق مع مركز عدالة قاموا بعمل رائع وجبار بخلال 3 أسابيع. نعم ماريا، يعني هل تواجهون هذه المرة، يعني نحن شهدنا اعتقالات في السابق في مظاهرات واحتجاجات كانت للمجتمع العربي، ولكن هل هناك أمر مختلف هذه المرة؟ هل تواجهون لربما تعامل مختلف من قبل المحكمة والقضاء؟ هل هناك تشديد أكثر في عمليا تقديم لوائح اتهام حتى لو لم يكن هناك أساس لهذه اللوائح؟ نعم، شفنا من أول الحملة، من أول الهبة، تعامل الشرطة كان جدا عنيف. شفنا بكتير مظاهرات كان موثق بشكل كتير واضح بداية التهجم تبع الشرطة وكيف بلش الإشي وكيف الشرطة استفزت عشان تقدر تحصل على اعتقالات وتأخذ معتقلين وتوصل للمحاكم ويصلوا لوضع تبع لوائح اتهام. طبعا كان في قرار واضح انه قرار من البدايه لقمع اي تظاهره او اي متظاهر بده ينزل على الشارع ويتظاهر. شفنا عنف
رهيب، شفنا بمحاكم قرارات يعني غير منطقية بالمرة، لتمديدات القضاة وافق على تمديدات وعلى أقاويل الشرطة بطريقة غير منطقية، كمان استئنافات، عدة استئنافات للمحكمة المركزية كمان تفاجأنا إنها ترفض، قسم طبعا انقبل بس كمان كان في رفض. شفنا تعامل بالناصرة بتذكر كثير سيء بالمحاكم، بالنقب جدا 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 كان قرارات سيئة بحق المعتقلين، وفي عدد لا بأس به من لوائح الاتهام هناك. نعم نعم ماريا، إذن يعني سامر كيف يمكن فضح هذه الممارسات ضد المجتمع العربي، دعنا نقول ربما دوليا، إذا يعني نحن نرى بأنه من الواضح بأنه يتم الاستفراد بأقلية قومية والانتقام منها لمجرد تمردها على العنصرية والممارسات العنصرية تجاهها، كيف يمكن يعني التشديد على هذا الأمر وفضح هذه الممارسات دوليا؟ هنالك العديد من المؤسسات التي تعمل في الحقل الدولي، منها عدالة، منها الميزان، منها مساواة، وجمعيات أخرى، وهنالك مثلا يوم الغد في جنيف في مركز حقوق الإنسان في جنيف في المجلس الدولي لحقوق الإنسان جلسة حول فلسطين، ويوم حول فلسطين وجلسة حول الداخل، وسيتم عرض ورقة تم كتابتها على الدكتور يوسف جبارين حول الموضوع. وهنالك العديد من الاجتهادات والعديد من الإمكانيات أيضا. هنالك عرض في المسار الرسمي وهو مسار المؤسسات التابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا هنالك إمكانيات لعرض واقعنا أمام مؤسسات منظمات NGOs جمعيات ومؤسسات غير حكومية في العديد من الدول، ونقوم بعرضه كل مؤسسة حول وفق علاقاتها. هنالك هيئة اسمها هيئة الشؤون الدولية تابعة للجنة المتابعة تبحث في هذه الأيام أو تبلور في هذه الأيام خطة عمل حول الموضوع، والدكتور يوسف جبارين هو من يركز هذه اللجنة. نعم، أود أن أشكرك جزيل الشكر سامر سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل، وأيضا الشكر موصول لماريا زهران مركزة الاعتقالات في مركز عدالة، شكرا جزيلا لكما. بينما تستمر الشرطة الإسرائيلية بملاحقة المتظاهرين العرب، تغلق وحدة التحقيقات مع الشرطة ماحش التحقيق في قتل الشاب منير عنبتاوي ابن مدينة حيفا الذي قتل برصاص شرطي قرب بيته. والحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الشيف أمير عنبتاوي شقيق الشهيد منير عنبتاوي، أهلا وسهلا بك. إذن يعني أمير، بداية لو تضعنا في حيثيات ما حدث مع شقيقك يعني منير الذي قتل برصاص الشرطة باقتضاب، يعني ما الذي حصل بالضبط؟ أخي كان يعاني من اضطرابات نفسية، أمي اتصلت الشرطة من شان تساعده بكل بساطة، كانت متصلة في صندوق المرضى، ولكن أمي إنسانة مريضة، فكان إنه لازم تنتقل من رقم لرقم، ففضلت تتصل لرقم 100، لقت الإشي سهل جدا، فطلبت المساعدة لابنها. الشرطة في دورها كيف بتدعي إنه أجت تدافع عن نفسها، فأطلقت النار عليه، هذا بكل بساطة. نعم، وبطبيعة الحال عمليا فقد حياته نتيجة إطلاق النار، وهي لم تعلم جاء محقق في هذا الوقت بينما هو في مستشفى رمبم، أخذ منها إفادة وهي لا تعلم أن ابنها قتل. والسؤال يعني ليش قررت أيضا وحدة التحقيقات مع جهاز الشرطة إغلاق الملف؟ شوف، الشرطة هي الشاهد الوحيد على ما وقع، وهن استندوا على الفيديو المصور، طبعا هذا فيديو مفبرك، انا بطالب بخبير لانه هن باخذوا اشياء في انتقاء منه، بحذفوا اشياء في تضليل، في تعميم، في اشياء مش مفهومه هناك، لانه في سيناريو معين اللي بس الشرطه واخي المغدور اللي كانوا يعرفوه، ولكن هناك حقيقه واحده ان اخي قتل بدم بارد، مع علم الشرطة أنه هو بيعاني من اضطرابات نفسية، وأجت الشرطة يعني أمي
استدعت الشرطة من أجل المساعدة. نعم. طبيعة الحال يعني منذ عمليا قتل أخاك يعني على يد الشرطة وأنتم يعني تمرون في حالة نفسية لربما صعبة، معاناة، لو تصف لنا أيضا يعني باقتضاب يعني ما مررتم به خلال هذه الفترة حتى إغلاق الملف. أول إشي في البداية وفي النهاية الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. اليوم أمي كتير تعباني، أمي بتتهم نفسها في قتل أخوي، أمي بعد ما وقع لأخي كانت أصابتها جلطة دماغية، كانت في مستشفى الرمبم لأسبوع، ما كانش الإشي سهل، لليوم بتنادي عليه، كلياتنا منعاني. بتعرف الإنسان لما بيستغبي نفسه أو بيضحك على نفسه، هذا على الرغم من أنها يعني فعلت ما كان يجب ما عليها يجب أن تفعل، يعني هي اتصلت ولكنها بالشرطة، ولكنها أم يا مجد، أخ يعني مجد، لكنها أم المواطنين، يعني طبعاً هي طلبت المساعدة لابنها، ما طلبت حسب رأيي قاتل مأجور، وأنا مسؤول عن كل كلمة بحكيها. الشرطة في دورها إنه كان لازم تعرف كيف تتعامل مع هيك حالات، مش مباشرة رصاص حي، مش مباشرة هجوم، كان في طرق تاني، في الصاعق، في الغاز، في انه حتى لو المطاط، حتى لو انه كان بده يستعمل الرصاص الحي في مناطق معينه اللي يقدر يشل حركته فيها. نعم. بس اخوي مات مغدور، فكيف انا ما بعرف، انا ما كنت هناك بهذاك الوقت، انا زي مواطن عادي كنت في شغلي، وأخي ما له سوابق إنه القدي كان عنيف أو أليم، خلينا نقول إنه لا ما كانش. نعم. يعني أمير، يعني بالإضافة لكل المعاناة اللي بتمروا فيها أنتوا كعائلة، إلا أنه كمان يعني الإعلام الإسرائيلي ما أنصفكم، وأنت يعني كمان كان في عندك مقابلة مع إحدى القنوات الإسرائيلية وشعرت يمكن أنك في غرفة تحقيق مش في مقابلة، يعني لو تحكي لنا أكثر. حسب رأيي الإعلام هو اتفاق. اليوم لما انت بتدعوني على برنامج مفروض انا اعرف انه انا بدي اقف قدام مذيع على ابسط امر، يعني ايش حيثيات الموضوع، مش شرط اعرف شو الاسئله الموجوده. انا اجاني مصور على البيت، طبعا انا صاحب قضيه وصاحب حق، انا صاحب كلمي، لازم تصل كلمتي. قرار محش كان من قاضي حسب رايي غير متزن، ما كان في قضاء عادل حسب رأيي أنا، كيف أنا بعتقد. الإعلام الإسرائيلي أنا شفت قدامي مصور، أنا كنت في البيت عند الوالدي، فجأة مذيعين تنين، ما حسيت مذيعين تنين، حسيت محامين دفاع. هذا الإحساس اللي انتابني، كانوا يعطوا رايهن إنه بدافع عن نفسه، إنه طبعا هن في هذا الوقت إني عم بفرجوا الفيديو وأنا ما عندي علم في هاي الأمور، اني عم بيسالوني اسئله، يعني عم بجاوب على اشياء وهني حاطين الفيديو، يعني انا ما في عندي علم، ولكن انا لم تعلم بان لم اعلم ابدا يعني بالمقابل، يعني بالموازاه مع مقابلتك، وايضا هم تبنوا روايه الشرطه بالكامل، يعني على هم لم يتبنوا فقط روايه بل دعموها وحاولوا، يعني شوف هون هني عملوا اول شيء عمليه التعميم، كان في حذف للمقاطع الفيديو، حاطين دائرة على إيد أخوي حتى شو في بإيد أخوي مش مبين، أنا شفت الفيديو فيما بعد. يعني إذا كان استنادكم على أقوال الشرطة واستنادكم على فيديو مصور وإنتوا عم تنتقوا الصور منه، هذا تعتيم. نعم. يعني ما كان في أي محاولة لفهم ما حصل، إنما يعني التهمة جاهزة كانت وفقط يودون إلصاق هذا، حتى أرادوا أن يتهموا أمي أكثر من ذلك، أن نحن نعتقد، من أمركم بالاعتقاد؟ من أنتم حتى تحللون وتعتقدون؟ هل أنتم كنتم في حيثيات الحدث؟ أنت كصحفي كيف تبدي برأيك؟ أعطي للمشاهد، أعطي للمشاهد للمستقبل أن يقول رأيه بصراحة، أن يستخلص ما هو صحيح وما هو غير صحيح. نعم. للأسف هذا ما نشهده يعني من الإعلام الإسرائيلي. الإعلام الإسرائيلي أخي ماجد، تتوقع لو منير يعني كان يهودي كان التعامل بيكون مختلف؟ أنا ما بحب أخوض، لأنه سألوني هذا السؤال إنه في يهودي
قتل على يد الشرطة؟ يعني هل كل إنسان مضطرب نفسانيا كأنه إحنا بدنا نعطي رخصة للقتل؟ لا، إحنا بني آدمين في الأول، إحنا بني آدمين. أنا طلبت أنه نتعامل مع قضية أخوي في شكل إنساني مش بشكل وحشي، بغض النظر عن الأحداث اللي بتصير. الأحداث اللي بتصير الشرطة زرعتها حسب رأيي أنا، ولكن حكيت لك أنا حسيت حالي قدام خط دفاع، هني جاهزين عن الشرطة عن ماحش. حتى سألوني سؤال إنه لو كنت أنت محل الشرطة شو بتساوي؟ السؤال اللي بطرح نفسه، أنا لو كنت محل الشرطة قبل الحادث ولا بعد الحادث؟ بعد الحادث أنا ما في عندي إيمان في الشرطة. الشرطة ببساطة كل المحسوبيات اللي عندها وكل الأمور اللي عندها، فاهم علي؟ القنب اللي تفجرت في وجهها، نزل الغطاء، نزل القناع، بينت على وجهها الحقيقي. والشرطة هي حلقة الوصل بين المواطن وبين السلطة. الشرطة قوية، الحكومة قوية. والإعلام الإسرائيلي حسب رأيي هو يخدم الأمور والجهات الأمنية في الدولة. وفهمك كفاية. نعم، بطبيعة الحال أيضا ما هذا ما لاحظناه خلال الفترة الأخيرة، يعني والعدوان على الشعب الفلسطيني، كان هناك تحريض أرعن من قبل الإعلام الإسرائيلي، وهذا ما رصدته عدة جمعيات. أنا عشت التجربة أخ مجد. اللي ضيق الوقت، نحن يعني انتهى وقتنا، ولكن سنتابع هذا الملف دائما يعني وفي حلقات قادمة. وأود أن أشكرك جزيل الشكر الشيخ أمير عنبتاوي، شقيق الشهيد منير عنبتاوي، والله يرحم منير. رح نتابع الملف. شكرا لك. شكرا لك. أسبوع وينتهي تكليف يائير لبيد بتشكيل الحكومة القادمة، حيث يبذل كافة جهوده لإقناع نفتالي بنت بالعدول عن قراره الأخير بالتراجع عن الانضمام إلى حكومة بديلة. وفي حال انقضاء المهلة دون النجاح بتشكيل الحكومة، سيعاد التكليف إلى رئيس الدولة، مما يزيد من احتمالات الذهاب إلى انتخابات خامسة. لا تزال إسرائيل في دوامة لا تنتهي من التخبطات السياسية، فبعد مرور أكثر من شهرين على الانتخابات الرابعة خلال عامين لم تتشكل الحكومة بعد، حيث ما زال يائير لبيد معلنا استعداده لتشكيل الحكومة مع نفتالي بنت رئيس حزب يمين المتطرف. يائير لبيد على استعداد الآن أن يتنازل لنفتالي بنت وأن يكون هو الأول في الرئيس للحكومة، حكومة التناوب، شرط أن يعود إلى كتلة التغيير بعد أن كان قد انسحب منها خلال العدوان على قطاع غزة. هناك على ما يبدو تقدم في المفاوضات بين لبيد ونفتالي بنت، لكن أنا أشك في أن يتمكن لبيد من تشكيل الحكومة، لأنه ليس كافة أعضاء حزب يمينة على استعداد أن يكونوا جزء من ائتلاف يدعم من قبل حزب أو أحزاب عربية. هذا يعني أن في نهاية المطاف أنا لا أرى أي إمكانية ليائير لبيد أن يشكل الحكومة، وهو قبل أن يعيد التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي ريفلين هو سيطرح قانون حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات خامسة. كان قد أعلن بنت عن تنازله للانضمام إلى حكومة التغيير البديلة لنتنياهو بعد بدء العدوان على الشعب الفلسطيني وانفلات اليمين على المجتمع العربي. هذا وتتعقب الانتخابات، ولكن ما زالت الأحزاب اليمينية المتطرفة لا تزال تفرض هيمنتها على الساحة السياسية في إسرائيل. فقد أعلن بنت عن اتفاق ائتلافي مع غانتس وليبرمان قبل يومين، فيما رفض جدعون ساعر الانضمام لحكومة يرأسها نتنياهو. صعوبة عند لبيد أنه يشكل حكومة، وخصوصا أن هاي الحكومة فيها من اليسار الصهيوني واليمين الصهيوني ومن الأحزاب العربية، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة. فعلى ما يبدو أن هنالك يعني صعوبة أن يقوم لبيد بتشكيل الحكومة، وعمليا يعني احتمالين، يعني أو أنه ترجع القضية للكنيست 21 يوم اللي فيها تقرر مين يكون رئيس حكومة، أو طبعا انتخابات خامسة أخرى في الكنيست. لبيد يعني حكومته هي من اليمين ومن اليسار، ومن الصعب جدا أن يكون بنت
مع أن يدعم من قبل مثلا القائمة المشتركة. أسبوع واحد على انتهاء مهلة التفويض الممنوحة ليائير لبيد، ولا تزال الاتصالات مع نفتالي بنت منقطعة، ما دفع لبيد إلى دراسة إمكانية حل الكنيسة والتوجه لانتخابات مبكرة بدلا من إعادة التفويض للرئيس الإسرائيلي. والحديث حول آخر التطورات السياسية انضم إلينا يؤاف شتيرن، صحافي مختص بالشأن الإسرائيلي. أهلا بك سيد يؤاف. إذن هل هناك أمل للابيد بالنجاح بتشكيل حكومة قبل انقضاء المهلة المتبقية له؟ يائير لابيد كان يريد أن يشكل حكومة بكل تأكيد، ولكن الجواب على هذا السؤال يعود إلى نفتالي بنت، لأنه بدون بنت وحزبه يمينة ليس هناك إمكانية لتشكيل هذه الحكومة. في الساعات الأخيرة كانت هناك تصريحات لأيلت شكيد من يمينة ولسموتريتش من الصهيونية الدينية، وكما اتضح من هذه التصريحات كانت هناك اتصالات مفادها أن بنت يحاول إقناع سموتريتش الانضمام إلى هذه الحكومة البديلة، الحكومة البديلة لحكومة نتنياهو، بدلا من انضمام الموحدة إلى هذه الحكومة. بنت كان معني أنه لن يكون فقط حزب يمينة وحزب جدون سار أمل جديد تكفاه خدشة في هذه الحكومة بدون سموتريتش، لأن سموتريتش يرى في ذلك خيانة في اليمين، ولكنه رفض هذه الاقتراحات. حاليا كما يبدو أخي مجد هم يعملون على تشكيل حكومة بديلة يكون الحزب أو القائمة العربية الموحدة جزءا منها. نعم، ولكن أنت تقول بأن بنت حاول إقناع سموتريتش، ولكن السؤال إذا كانت مثلا ميرتس وحزب العمل يقبلون بأن يكونوا ضمن حكومة مع سموتريتش، يعني هذا أيضا سؤال مطروح. لكن نعم، يعني بالنسبة لي في حال عدم يعني قبول بنت لدخول حكومة بديلة مع يائير لابيد، يعني هل من إمكانيات أخرى ليائير لابيد بتشكيل حكومة؟ لا أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية لتشكيل حكومة بدون بنت، وإذا كانت هناك مثلا نظريا إمكانية لتشكيل حكومة مع الموحدة ومع المشتركة، ولكن هذا يعني لا أرى أنها إمكانية حقيقية. وأعتقد أنه لابيد يفضل الذهاب إلى انتخابات خامسة بعد سن بعض القوانين التي ربما تمنع منافسة نتنياهو أو تكليف نتنياهو في تشكيل الحكومة القادمة. نعم، إذن وفقا كل لهذه المعطيات نحن ذاهبون نحو انتخابات خامسة. السؤال، لمن ستلعب الانتخابات الخامسة ومن سيربح ومن سيخسر؟ حاليا أخي مجد أعتقد أنه يعني على الأغلب إحنا يعني بصدد إقامة حكومة بديلة وليس الذهاب إلى انتخابات خامسة. ولماذا؟ لأن حزب يمينة وأيضا حزب جدون سار تكفى خدشة هم لا يريدون الذهاب إلى انتخابات خامسة، هم يفضلون إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع اليسار مع الموحدة على الذهاب إلى انتخابات خامسة، لأنهم يعرفون تماما أنهم سيخسرون في الجولة القادمة من الانتخابات العامة. أعتقد أنهم يعني يخشون من هذه الإمكانية، وهم يفضلون الانضمام إلى حكومة بتناوب مع يائير لابيد مع الموحدة حاليا على إمكانية الذهاب إلى انتخابات خامسة. وكيف سيكون شكل هذه الحكومة؟ يعني أنت تقول نفتالي بنت سيكون بالتناوب مع يائير لابيد أولا، ومن كيف ستتوزع الحقائب أيضا؟ نعم، ليس هناك معلومات كافية عن هذا الموضوع يعني، ولكن مما نشر حتى الآن يمكن أن نقول أن ستكون هناك حكومة بالتناوب، بنت سيكون الأول يعني، وليس فقط أنه يكون الأول، يكون للطرف اليميني أو الكتلة اليمينية في هذه الحكومة وزن أكبر من وزنها الحقيقي بالعداد. ولماذا؟ لأنهم يخشون من الانتقاد من الطرف اليميني. وكما نشر في بعض الأحيان يعني هناك إمكانية لأن يكون لديهم حق الفيتو، النقد على قرارات هذه الحكومة إذا هم كانوا معنيين فيه،
في كل ما يتعلق بالملف الفلسطيني، طبعا الصراع مع الفلسطينيين و يعني مواضيع من هذا القبيل التي في خلاف واضح فيها بين مركبات هذه الائتلاف الهش. اعتقد انه هذه الحكومه ستكون يعني سيكون من الصعب ادارتها، لانه كل حزب فيها له ايديولوجيه مختلفه. القسم المشترك بينهم هو فقط الاتاحه ببنيامين نتنياهو، وهذا ربما سينفذ في اول يوم لهذه الحكومه، ولكن ماذا بعد؟ ماذا عن القضايا الجوهريه الاساسيه مثل عمليه السلام المريبه او غير موجوده، او يعني كل ما يتعلق بالطرف الفلسطيني والصراع؟ يعني اعتقد انها ستكون هناك ايام مش هوينه على هذه الحكومه. وهل ما زال بجعبه نتنياهو ادوات ووسائل ربما لمنع إقامة حكومة بديلة، أم أنه استنفذ كل الأدوات لديه؟ أعتقد أنه استنفذ كل الأدوات لديه في العملية الأخيرة في غزة، التي أنا أعتقد أنها كانت خطوة مدروسة من قبل نتنياهو. يعني ما جرى في الشيخ جراح في القدس، في باب العمود، في الأقصى بعد ذلك، والمواجهة مع حماس التي انعكست بشكل سيء جدا او بل مأساوي في داخل اسرائيل، اعتقد انه كل هذه كانت خطوات مدروسه من قبله. واول انجاز التي هو كان يفكر انه انجزه هو يعني تصريح بنت بانه يعود او لا يرى ان حكومه بديله نزلت عن الطاوله. نعم بالضبط. ولكن حاليا يعني في السياسه الاسرائيليه كل شيء ممكن. يعني حاليا عادت هذه الامكانيه وكان واضحا اليوم من تصريحات ايلت شاكيد التي كما يبدو هي كانت المعارضه الكبيره داخل حزب يمينة لهذه الامكانيه، هي اليوم صرحت، ومن تصريحاتها كان واضحا انه هذه الامكانيه مطروحه حتى الآن. نعم سيد يؤبي، يعني سؤال أخير وباقتضاب، في حال تشكيل هذه الحكومة البديلة كيف ستكون وجهة هذه الحكومة، خاصة بما يتعلق لربما القضية الفلسطينية وأيضا بالنسبة للمواطنين العرب داخل إسرائيل بعد الهبة الجماهيرية التي شهدناها؟ نعم، بالنسبة للموضوع الفلسطيني عامة أعتقد إنها ستكون حكومة شلل، لأنه ليس هناك إمكانية للوصول إلى إجماع بين مركبات هذه الحكومة في كل ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني. الخلافات عميقة جدا، ولا يمكن، وهناك أيضا مصلحة لكل حزب أن يجر الأمور إلى ما هو يريد. وأعتقد أنه بنهاية المطاف استعمال حق الفيتو النقد التي طرحها يعني أنها ستكون حكومة شلل في كل ما يتعلق بالعملية السلمية والموضوع الفلسطيني داخليا. وبالنسبة لتعاملها مع المواطنين العرب، نعم المواطنين العرب أعتقد أن انضمام الموحدة إلى هذه الحكومة خطوة مهمة أو مثيرة للاهتمام. يعني من المبكر أن نقول بالضبط ماذا ستكون سياسة الحكومة تجاه المواطنين الفلسطينيين بالداخل، ولكن انضمام الموحدة إلى هذه الحكومة قد يبشر بالخير بالنسبة لهذا الموضوع، لأنه بدون الموحدة ليس هناك حكومة، وربما ستؤثر الموحدة على الخطوات في هذا الخصوص. وأعتقد أنه عكس الموضوع الفلسطيني ككل، فيما يتعلق بالمواطنين العرب الفلسطينيين هناك إمكانية للوصول إلى إجماع وقرارات مشتركة لكل مركبات هذه الحكومة. نعم، شكرا جزيلا لك يؤاف شترن، صحفي مختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا لك. مبادرة لأهالي مدينة الناصرة والمنطقة برسم جدارية أطلق عليها اسم جدارية الكرامة، تم رسمها على أحد الجدران بالقرب من منطقة عين العذراء في المدينة، التي شهدت مظاهرات تطورت إلى مواجهات مع قوات الشرطة التي قمعت المتظاهرين الذين خرجوا للالتحام مع أبناء شعبهم ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وضد مساعي تهويد القدس وتطهير أحيائها العربية عرقيا. جدارية الكرامة
هذا هو الاسم الذي أطلقه المبادرون من الحراك النصراوي الفلسطيني على هذه الرسومات التي خطها الفنان التشكيلي جابر عباس وأبناء الناصرة الذين جاءوا ليحولوا هذا الشارع الذي يضج بالصمت إلى مسرح يحكي قصتهم ويؤكد انتماءهم. بالفكرة بالأساس أنه الجدارية هي نوع من عمل فني اللي يكون بالبلد اللي يرمز لكل أطياف البلد. الجدارية كمان هي بمحل اللي تأخذ الحيز للوعي والتثقيف لشبابنا وصبايا الجيل الواعد. يعني هدول الشباب والصبايا اللي وراي هدول كلياتهم كل واحد فيهم رح يترك هاي البصمة، بالإضافة لذلك رح يشعر كل واحد فيهم أنه كان عنده هذا المشاركة اللي كمان بعود بالفائدة عليه، يحس أنه له انتماء بالبلد أو للبلد وترك البصمة هاي في هاي الجدارية. حملات الاعتقالات التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ومحاولات القمع المتواصلة بحق الفلسطينيين في الداخل لم تمنع عشرات الشباب والشابات من المشاركة في هذه الفعالية التي جاءت لتؤدي رسالة الوحدة. وهنا أتينا إلى هنا لنؤكد أننا جزء من هذا الشعب الفلسطيني بكامل الطراب الفلسطيني بكامل وجودنا. سوف نقوم برسم جدارية سوف ترونها بعد قليل. الجدارية هي جاءت تكملة لهبة الشباب وهبة الكل الفلسطيني في الأيام في الأسابيع الماضية، وهذه الهبة يجب أن تستمر ليس بالضرورة بالمظاهرات، بل يوجد عدة إمكانيات منها الجدارية وحلقات ولربما مظاهرات عن قريب. لطالما كان الرسم على الجدران وسيلة لطرح قضايا اجتماعية وسياسية في الحيز العام، ولكن هذه المرة تأتي هذه الجدارية لتكون شاهدة على هذه الفترة المفصلية التي يستعيد فيها الحيز العام رواده الذين افتقدهم من الجيل الشاب. وفي مدينة القدس لا تتوقف المخططات والمساعي الإسرائيلية لتهويد المدينة، فبالإضافة إلى التضييقات اليومية على المقدسيين ومنعهم من التوسع داخل مدينتهم وأحيائهم والانتهاكات المتكررة لمقدساتهم الإسلامية والمسيحية، يسعى الاحتلال إلى فرض تغييرات جوهرية من خلال عملية تطهير عرقي ممنهج للمواطنين العرب من حي الشيخ جراح وسلوان، حيث تواجه مئات العائلات خطرا بالإخلاء من منازلها. وحول تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس ينضم إلينا دكتور عبد الله صيام نائب محافظ القدس. أهلا بك دكتور عبد الله. إذن رغم توقف العدوان على قطاع غزة إلا أن العدوان على مدينة القدس لا زال مستمرا، يعني كيف تصف الأوضاع في مدينة القدس الآن؟ ما نراه في مدينة القدس أن الأمور تزداد حدة واتساعا في استهداف الاحتلال لمكونات المدينة وفي مواصلة الحملة الشرسة للتطهير العرقي بهذا التهجير القسري في الشيخ جراح وفي منطقة سلوان حي بطن الهوى وحي البستان المجاور. وبالتأكيد أن هذا ليس عملا جاء صدفة، إنه في إطار المخطط الخطير الذي يخطط به الاحتلال للقدس، وهو مسار ما يسميه الاحتلال الحوض المقدس الذي يحيط بالمدينة القديمة بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة. وهذا مخطط قديم وأطماع قديمة لإقامة الحوض المقدس، أي نشر بؤرة استيطانية أو سلسلة من البؤر الاستيطانية حول البلدة القديمة في القدس من أجل أن يتم تغيير هذا المشهد وتحاصر المدينة بهذا الطوق من المستوطنات، إضافة إلى طوق جدار الفصل العنصري والمستوطنات المتصلة خلف هذا الجدار. إذن هذه مخططات لعزل مدينة القدس وسلخها ودفع أهلها إلى الهجرة كسرا من هذه المدينة التي هي مركز حياتهم إلى مناطق أخرى إلى المجهول، أي بمعنى يخطط لنكبة جديدة في مدينة القدس. نعم، يعني هذه الهجمة وهذه المشاريع، مشاريع التهجير والاقتلاع والتهويد التي ما زالت مستمرة تجابه بصمود يعني من قبل الشعب الفلسطيني ومن قبل المقدسيين ويعني سائر أبناء الشعب الفلسطيني، صمود يمكن أن نقول عنه يعني صمود أسطوري.
كيف تقرأ هذا الصمود؟ يعني هذا الصمود هو الذي واجه الاحتلال منذ اليوم الأول في العام 1967 عندما بدأت جرافات الاحتلال بهدم منطقة باب المغاربة وحارة الشرف هناك، ثم تلا ذلك في العام 69 حريق وحرق المسجد الأقصى. هذا الشعب واجه هذه السياسة التي هدفت إلى ترحيله وتهجيره، فكانت هناك أيضا مخططات أخرى مساندة، كما تم استهداف التعليم في ذلك الوقت عندما سيطرت سلطات الاحتلال على التعليم في مدينة القدس، المدارس والمؤسسات، وعملت على فرض المنهاج الإسرائيلي الذي يدرس في مناطق الداخل الفلسطيني للعام 48. إلا أن التصدي بدأ في مدينة القدس بكل مكوناتها، فأفشل مخطط منهاج التعليم الإسرائيلي في القدس، وأفشل الترحيل بالبقاء والثبات في المدينة، وتعمقت المؤسسات وأخذت دورها، حتى بدأ الاحتلال يأخذ خطواته ضد هذه المؤسسات، بحيث أننا نجد اليوم أن 120 مؤسسة مغلقة في مدينة القدس، هذه المؤسسات التي ترعى الشؤون الشبابية والشؤون الاقتصادية. إذن الاحتلال يستهدف كل مكونات الحياة في مدينة القدس بقطاعات متعددة، هناك 25 قطاع في مدينة القدس: الشباب والمرأة والاقتصاد، نعم، والمساجد والمستشفيات وغيرها. كل هذه القطاعات تعاني من خطر الاقتلاع، ولكن أخطرها عندما يكون الأمر يتعلق بالمواطن المقدسي. فإذا ما تم اقتلاع المواطن المقدسي، بالتالي ستنهار الروضة وتنهار المدرسة ويضعف المستشفى وتضعف الحياة الاقتصادية. إذن وجود المواطن الذي بقي في مدينة القدس منذ العام 67 حتى اليوم يحافظ على وجه المدينة هو الخطر الذي يعتقد الاحتلال وأنه هو الأكبر الذي يجب أن يعالجه. فما نراه اليوم من إجراءات، من الواضح بأن يعني معركة الاحتلال الأساسية هي على مدينة القدس التي يريدها يعني موحدة عاصمة لإسرائيل، ولكن ما حصل في الآونة الأخيرة في الأيام الأخيرة وأيضا في حي الشيخ جراح وتدويل يعني قضية حي الشيخ جراح لربما يعني حطم هذه الأحلام الإسرائيلية، كيف تقرأ ذلك؟ بالتأكيد يعني الاحتلال اعتقد أنه يستطيع بهذا الانحياز الكبير الذي كان في عهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب، وفي ظل القرارات التي اتخذتها الكنيسة سابقا كقرار يهودية الدولة والقرارات الأخرى وقرار ضم وتوحيد مدينة القدس الشطرين الشرقي والغربي في العام 68 وفي العام 1980 وما تبعها بعد ذلك من قرارات، واعتقد أنه أقرب ما يكون إلى تحقيق هذه المخططات الخطيرة. ولكن هذا الشعب المؤمن بقضيته، المتسلح بحقه في هذه المدينة، المصر على أن لا يكرر النكبة التي عاشها في اللجوء وغيرها، هذا الشعب الفلسطيني الواعي يدرك أن فلسطين ضاعت في عهد العتمة وفي عهد الجهل. اليوم هناك وعي وطني، وعي إسلامي، وعي مسيحي. هذا الوعي هو الذي يفشل كل هذه المخططات، لأننا ليس لنا مدينة إلا القدس، وليس لنا دولة إلا فلسطين، وليس لنا مكانا في اللجوء بعد اليوم. هذا الموقف الذي خاضه الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، نعم، ودعمه هذا التلاحم الجماهيري من فلسطيني الداخل بل ومن فلسطيني الشتات أيضا، وهبت غزة أيضا بهذا الموقف، نعم، البطولي. وبرأيك كيف يجب كيف يجب استثمار يعني كل هذا التعاطف من قبل شعوب العالم وهذا الزخم أيضا الداخلي يعني في كافة أرجاء الوطن وهذه الهبة التي شهدناها في الأسبوعين الأخيرين يعني أيضا من الداخل والضفة وقطاع غزة، كيف يمكن استثمار هذه الحماسة من أجل يعني لربما تحقيق المزيد من المطالب والحقوق للشعب الفلسطيني؟ هناك استحقاق لشعبنا الفلسطيني، هذا الاستحقاق يتمثل بالدولة الفلسطينية وعاصمة القدس. إذن هذه الشعوب التي تنتفض وتقف مع الشعب الفلسطيني في عواصم العالم عليها أن تدفع هذه الدول إلى مزيد من القدرة لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس وبالقضية الفلسطينية بشكل عام.
فلسطين الدولة 194 هي دولة مراقب في الأمم المتحدة، ويجب أن تستمر الجهود لأن تكون الدولة كاملة العضوية. فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس هو خيار حل الدولتين الذي يجب أن يعمل العالم الآن على تجسيد هذا الحق. هذا الاتحاد الأوروبي الذي كان سبباً في إقامة هذا الاحتلال، وخصوصاً الدول الكبرى بريطانيا وفرنسا ثم الحاضنة الأمريكية بعد ذلك التي كانت سبباً في الكارثة للشعب الفلسطيني، عليها اليوم أن تكون بهذا الدور. عندما نسمع ونرى أن 250 مليون متظاهر اليوم في لندن، هذا تغير نوعي في هذا المد الجماهيري حتى من بريطانيا ذاتها. ولقاء والتقاء السيد الرئيس مع وزير خارجية بريطانيا ووزير خارجية الولايات المتحدة في اليومين الماضيين هو أيضا مؤشر أن هناك انفراج في هذا الحق وتغير الفلسطيني في الموقف الذي الدولي والأمريكي أن يخفي ويقفز عليه باصطناع أن هناك تطبيع مع الدول العربية وهناك تعايش مع العالم العربي. كل هذه القضايا الوهمية ذهبت اليوم بالضربة القاضية جراء هذه الهبة المقدسية، الحيفاوية، الداوية، الغزاوية، اللبنانية، الأردنية، الفلسطينية. كل هذه الأمور أصبحت وظهرت هشاشتها أمام صخرة الصمود الفلسطيني الذي نعتقد أنه بات أقرب ما يكون إلى تحقيق طموحه، رغم مخططات التهجير الخطيرة التي يعيشها والتي يحاول الاحتلال اليوم من خلال الاعتقالات ومن خلال استخدام يعني لديك القوة الوقت. دكتور عبد الله صيام، آسف على المقاطعة، وشكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، نائب محافظ القدس، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا بكم. ما زالت مدينة القدس وما تتعرض له من تهويد وعملية تطهير عرقي لأحيائها العربية تتصدر المشهد في مواقع التواصل الاجتماعي، فبالإضافة إلى وسم أنقذوا حي الشيخ جراح الذي حظي بانتشار واسع النطاق وعلى صعيد عالمي، يضاف إليه الآن وسم أنقذوا حي سلوان، حيث أصبح حي سلوان في القدس على موعد مع ذات المصير الذي لا يزال يواجهه حي الشيخ جراح من عنف الأمن الإسرائيلي ومحاولة تهجير سكان، حيث انتشر الهاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سياق المطالبة بإنقاذ الحي مما قد يواجهه من محاولة تهويد وتهجير مئات العائلات الفلسطينية. وتفاعل الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاج في محاولة للفت انتباه الرأي العام على الانتهاكات على الحي ومحاولة تهجير سكانه، حيث غرد الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي محمد الكرد عبر حسابه في تويتر: خطر التهجير الاستعماري مش شيء جديد أو فريد من نوعه في الشيخ جراح، ففي سلوان أكثر من 800 فلسطيني مهدد باللجوء من قبل جمعيات استيطانية إسرائيلية أمريكية، كونوا معنا يوم الأربعاء للاحتجاج على القضاء الاستعماري في معركة سلوان، المعركة المضادة للاستعمار مش معركة بيت، معركة وطن، أنقذوا حي سلوان. كما ونشر الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي رأفت دراوشي عبر حسابه في تويتر صورة لطفل من حي سلوان يتظاهر أمام المحكمة التي تنظر في قضية تطهير الحي من سكانه الأصليين، وغرد: هذا الطفل الذي تغيب اليوم عن مدرسته جاء للاعتصام للدفاع عن حارته التي يلعب فيها الكرة وبيته وغرفته وألعابه وحياته في حي بطن الهوى في بلدة سلوان. هذه قصة من القصص. تخيلوا تهجير حوالي 700 نسمة من الحي. تخيلوا حجم الوجع والقلق. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام جولتنا البانورامية. لا تنسوا متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.